بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله بنستأنف دروسنا ومحاضراتنا في سلسلة تعليم برنامج أوتوكاد ستراكشر ديتيلينج 2012، وإن شاء الله هنطور عليه وهنزود عليه الفيرجن الجديد اللي هو 2013. إحنا إن شاء الله الحلقة دي هتكون تكملة الحلقة اللي فاتت، الحلقة اللي سبقت بتاعة الـ Definition of a Basic Structure Element، دي هيكون الجزء الثاني منها، وإن شاء الله لو في فرصة هيبقى في جزء ثالث إن شاء الله. إن شاء الله هنبدأ النهاردة موضوع مهم بإذن الله. زي ما قلنا إن إحنا الجزء الأولاني خدناه الـ Part 1 اللي هو الـ Definition of Basic Structure Elements. الجزء الثاني المهم بتاع النهاردة اللي هو Part 2 اللي هو الـ Definition of Planes، وده موضوع مهم جدا في موضوع المستويات، وهنعرف من خلاله إن شاء الله الحلقة ديت هو ليه مهم، بنستخدم Planes عموما في إيه وإزاي أشتغل من خلالها. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ إن شاء الله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قلنا بنقول الحلقة النهاردة بتتكلم على الـ Definition of Planes، وديت المستويات اللي هننشئها وهنعرفها داخل البرنامج والموديل اللي احنا هنشتغل عليه. بقول لك the option enables defining intermediate horizontal planes، رقم واحد. رقم اتنين اللي هو or inclined planes، يبقى عندك اتنين option اللي هو intermediate horizontal plane او inclined plane. on which element of a structure model can be defined، بعد ما توصف العنصر element بتاعك ممكن تخليه يبقى متطابق مع اي من هذين المستويين، سواء الـ intermediate horizontal او الـ inclined plane with inclination انت معرفه له. دي النافذه اللي تظهر لما تخش على الـ definition of planes، او مبدا اعمل definition of planes. تعال كده، ده اللي هو SD 2013 اهو. هنقفل النافذه ديت، بس خليني اول اتحول من الريفورسمنت اطلع واروح للفورم ورك. تعالى نقفل الريفورسمنت خالص. زي ما قلت لك ان احنا هنتكلم على الجزئيه ديت اللي هي الخاصه بالـ Definition of Planes. في جزء هنا ايكون ده برضو طبعا Planes اللي هو الـ Plane Manager، فدي الجزئيه اللي احنا هنتكلم فيها النهارده ان شاء الله في هذه الحلقه. تعالى نرجع ثاني ونقول، قلنا اول ما هبدا افتح القائمه بتاعتي بتاعت Planes ديت، قائمه Planes اللي انا هعمل منها الـ Definition، يبقى دي الايكون اللي احنا هنتعلم عليها او هنشتغل من خلالها اول مره. طيب ظهر لك المربع الحوالي دوت اللي هو الدايلوج بوكس اللي احنا اتعودنا عليه، دوت ديفينيشن اوف بلينز. زي ما انت شايف ان انت عندك شويه متغيرات في شويه عناصر على الشمال، دول الثلاث 3 ايكونز دول اللي احنا هنشتغل من خلالهم. ادي ايكون رقم واحد، والايكون رقم اثنين، والايكون رقم ثلاثه. دول ثلاثه ايقونات هنتعامل من خلالهم عشان اوصف البلين اللي انا محتاجه. زي ما هتشوف دلوقتي ان احنا كل ايكون من دول بيعبر عن بلين معين، وبتتغير بالتالي الخصائص بتاعت هذا المستوى اللي انت هتعرفها البارامترز يعني. طيب تعالى نروح، بيقول لك ايه ونرجع تاني. دي النافذه اللي احنا هنتعامل من خلالها. قال لك ان ايكون ديت، اول ايقونه بيقول لك دي عباره عن انترميديت بلين. قال لك ات از اولويز هوريزونتال بلين، دوت على طول بيكون مستوى هوريزونتال، في الاتجاه هوريزونتال، ما هوش انكلايند، ما هوش واخد اي انكلينيشن او اي روتيشن. المستوى الثاني او الايقونه الثانيه عبارة عن inclined plane of a defined shape and inclination، ده بتدخل شكل معين انت عامل حسابك عليه وبتديه زاوية معينة، ده اللي هنتعرف عليه برضو ازاي نشتغل من خلاله. الحاجة الثالثة inclined plane defined according to the geometry of a selected polyline، هنعرف برضو ازاي نتعامل من خلاله. ولكن دي كانت مقدمة لشكل الـ definition of planes وهنتعامل معاها ازاي. تعالى كده بيديك هو ملحوظة قبل ما تخش في أي حاجة خالص، بيقول لك إن الـ defined planes are available on the selection list. selection list دي هنعرفها اللي هي فين؟ of levels provided in the dialog box for definition of a structure model element زي beam والrules والslabs وهذه الأشياء. بيقول لك بمعنى إيه؟ لو إحنا رجعنا تاني كده للبرنامج بتاعنا، بيقول لك إن أنت أي مستوى هتعرفه المستوى ده اوتوماتيك وتلقائي هينتقل هذا المستوى للليسته اللي انت بتعرف من خلالها العناصر الاليمنت بتاعتك وانت بتوصفها في الفيرتيكال ديفينيشن. يعني تعال نخش مثلا على الكولوم، مثلا الكولوم دوت
بعرفه من خلال حاجتين، من خلال السكشن تاب، من خلال السكشن تاب، ومن خلال ال vertical definition. وكنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت بتاعت ال basic definition of basic structural element عن الموضوع دوت. تعال نخش على ال vertical definition اللي يهمني المرة دي. قال لك انت هتلاقي عندك اتنين، برضو اتنين تاب كده، ده الاولاني اللي هو ال column upper level وال column lower level. قال لك ان انت اي مستوى، اي مستوى هتعرفه هيبدأ يظهر ويتسقط تلقائي في هذه دي السلكشن ليست اللي هو كان يقصدها داخل الفيرتيكال ديفينيشن تاب. وانت بتوصف مين؟ الاليمنت. يبقى ده الاليمنت وده الفيرتيكال ديفينيشن تاب وده السلكشن ليست. يبقى انا فهمت كل المتغيرات اللي هو قالها، تمام قوي. طيب قال لك بعد كده ان انت عندك ايه بقى؟ انا هنا حاليا في المودل دوت ما عنديش غير توب ستوري والبوتوم ستوري. ليه؟ لان انا في المودل لو نرجع للاوبجكت انسبكتور هلاقي ان انا عندي في البيلدنج دوت اهو عندي هو مستوى واحد، اكتف ستوري واحد بس اللي هو جراوند فلور. الجراوند فلور ده ارتفاعه 3 متر، يبقى انا عندي بوتوم ليفل هو بيبدا من الزيرو ليفل، وعندك الارتفاع بتاع هذا الدور 3 متر. لذلك انا ما عنديش مستويات تانية. لما اجي اوصف كولوم مثلا قال لك ما عندكش غير الاثنين مستويين دول. طب مثلا ان انا عايز اضيف مستوى مثلا وليكن مثلا عند منسوب واحد ونص، ميزانين مثلا، منسوب مثلا اثنين، بوزيتيف اثنين، اي منسوب انت عايز تضيفه، منسوب مثلا سالب مثلا، اي منسوب من الاثنين دول او اي منسوب اعلى من ثلاثه او اي منسوب اقل من الزيرو، اعملها ازاي؟ ده اللي هنتعرف عليه في هذه الحلقه ان شاء الله. فدي المعلومه اللي احنا شرحناها في الاول. قال لك ان انت اي مستوى هيبان معاك فين؟ في القايمه الخاصه بالتعريف الاليمنت اللي انت بتوصفه. طيب بيقول لك ملحوظه كده نوت، بيقول لك ان الديفاين بلينز المستوى اللي انت عرفته دوت are shown on these lists اللي احنا قلنا عليهم selection list only for stories on which planes have been defined. يبقى انت لو عندك هنا اكتر من موديل، نفرض ان انا رحت قايل ان انا عندي هنا مثلا جراوند فلور وفيرست فلور والسكند فلور والثيرد فلور وعندي فاونديشن، كل دي مستويات انا عرفتها داخل الموديل بتاعي، كويس جدا. لو انا واقف على جراوند فلور يبقى انا جميع المستويات اللي انا هعرفها هتبقى موجوده جوه جراوند فلور، ما تجيش تروح واقف جوه المستوى الثيرد فلور وتقول لي ان عايز اعرف بلين وانت اصلا واقف ومأكتف الجراوند فلور. لا، يبقى انت عايز تعرف مستوى داخل الثيرد فلور اول حاجه لازم تعملها انك تأكتف الستوري بتاعك. تأكتفه يعني ايه؟ يعني اقف عليه كليك يمين واقول له اكتف ستوري. تعال كده بمعنى ادق ان احنا هنضيف ستوري ثاني عشان برضو تبقى العمليه باينه. طيب فاحنا قلنا ازاي بقى؟ قلنا هندخل دلوقتي نعرف مستوى كمان. انا قلت له انسيرت ستوري بلو الاباف، هقول مثلا وليكن اباف وليكن هو الستوري رقم واحد دوت اللي هو ارتفاعه 3 متر. طب قال لك عندك ستوري جراوند فلور بفيرست فلور. دلوقتي انا كده واقف فين؟ انا كده انا صحيح مظلل دوت الستوري واحد ده مظلل اهو وعامل له هايلايتد، ولكن اللي متاكتف مين؟ متاكتف الجراوند فلور. اذا اي مستوى انا هعرفه هيقع جوه الجراوند فلور. ما تفتكرش ان انت عرفت المستوى دوت جوه مين؟ جوه الستوري واحد. يبقى لازم تتاكد ان انت بتعرف المستوى بتاعك داخل المستوى الصحيح مش المستوى الخاطئ. يبقى هذه المعلومه اللي كنا بنقصدها. يبقى لو تكون هذه المستويات الجديده التي تم تعريفها البرنامج موجوده داخل قائمه المستويات التي توجد عند تعريف كل من العناصر الانشائيه المختلفه زي الكاميرات والاعمده دي بتاعت الجزئيه اللي فوق اللي احنا شرحناها. كمان بيقول لك تو ديفاين انكلايند المنت عشان توصف عنصر مايل. زي ايه مثلا؟ مايل زي الكاميرات زي البلاطات.
قال لك اهو زي البيم والسلاب on a chosen story في دور معين. The user should select in the dialog box for definition of a structure element a defined inclined plane. يبقى لازم تختار a defined inclined plane المستوى المائل اللي انت عرفته as a reference level ك level مرجعي يعني لهذا الاليمنت on the vertical اهو اللي احنا قلنا عليه on the vertical definition tab. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا عايز مثلا وليكن دي بلاطه اهيت الباص دي انا عايز اعملها في مستوى مايل مثلا يبقى الباص دي انا اول حاجه هوصف بلاطه يبقى اروح داخل معرف بلاطه اهوت هعمل سلاب كويس جدا واعرف البلاطه ديت ولكن البلاطه دي هديناها في مستوى هوريزونتال يبقى لازم اول اروح اعمل كمان مستوى مايل ده اللي هنعرفه الحلقه ديت هعمل المستوى المايل ده ازاي واخلي البلاطه ديت وانا بعمل لها ديفينيشن وانا بختار في الفيرتيكال ديفينيشن اهوت هختار ان المستوى المائل اللي انا كونته ان اهوت هختاره يقوم البلاطه ديت تتكون وتتوصف داخل هذا المستوى المائل ده اللي احنا هنقوله في هذه الحلقه. بيقول لك التايب اوف الانكلايند ايلمنت نوع الانكلايند اوف تايب انت دوت اند نهايه الايلمنت دوت بتعمل ازاي؟ قال لك فور بيم ايلمنت از ويل از فور الستيب كان بي ديفايند on the additional detail tab in the tell box of for definition of the structure element. ودي اعتقد ان احنا كنا شرحناها برضو واحنا بنشرح البيزك ستراكشر الديفاين اوف البيزك ستراكشر element لما جينا شرحنا الجزئيه ديت وقلنا ان احنا عندنا هتلاقي حاجات في حاجات اسمها الديتيلز تاب زي البلاطه مثلا تعالى كده بلاطه هتلاقي جواها ثلاث حاجات السكشن اهوت هتلاقي جواها السكشن وهتلاقي جواها الفيرتيكال ديفينيشن وهتلاقي جواها مين الديتيلز. لو جينا دخلنا على الديتيلز دوت هتلاقي في حاجه اسمها الايدج اند ديت قلنا مش هتتفعل الجزئيه ديت قلنا ان هي الحته الصغيره دي مش هتكون مفعله غير لما تكون انت موصف البلاطه ديت في الفيرتيكال ديفينيشن عند مستوى مايل يقوم هو القائمه دي تكون مفعله معاك. فهو دوت اللي هو بيقول لك لما تحب تعدل في الاند تقعد تروح فين في الديتيلز تاب. بيقول لك الاوبشن اون ذيس تاب ار افيلبل اونلي وين هو بيتكلم برضه في الجزء بتاع الديتيلز تاب وين ان انكلايند بلين هاز بين تشوزن لما تختار انكلايند بلين از ريفرنس ليفل ان ذا دايلوج بوكس اوف فور ديفينيشن اوف الاستراكشر اليمنت دوت فين دوت قلنا عليه في ممكن تزود من اهوت ان in a vertical definition tab. كمان بيقول لك ان planes can be grouped ممكن تعمل plane مع plane بعملين تعملهم جروب. قال لك the group planes option provided in the menu allows creating a group of planes which make it easier to define element of a structure model. General example يقول لك element belonging to a multi-page roof وان هنبقى نشوف صورته حتى في الصوره الصور اللي شبه ديت ده مالتي بيتش روف ان انت ممكن تعمل جروب لشويه شوب بلينز عشان تيجي توصف العناصر توصفها مره واحده وخلاص. طيب بسم الله الرحمن الرحيم بقى نبدا كده ان شاء الله في الحلقه اهوت هنبدا برقم واحد الديفينيشن اوف بلينز وهنتكلم على البلين الاولاني اللي هو الانترميديت هوريزونتال بلين. تعالى كده نرجع برنامج ونشوف هنتعلم ازاي. طبعا اول عشان اخش اعرف مستوى جديد لازم اكون واقف فيه. احنا شغالين دلوقتي في فريم ورك درونج زي ما احنا قلنا. هخش على الاي اس دي موديل وهخش على البانل اللي اسمها بلينز. احنا قلنا كل الحاجات دي اسمها بانلز. هخش على حاجه اسمها البانل بتاعت البلينز دي او التاب الصغيره دي واخش على حاجه اسمها الايقونه بتاعت مين؟ بتاعت البلين. يبقى انا كده بوصف مستوى جديد. هخش على هو طبعا الديفولت بتاع البرنامج هيكون واقف على الايقونه الثالثه. ما تنساش ان انت لازم تختار الايكون اللي هتشتغل من خلالها يبقى رقم واحد. انا حاليا شغال على الايقونه رقم واحد ديت اللي احنا قلنا عباره عن ايه؟ عباره عن انترميديت بلين. لو انت بصيت تحت اهو كده اهو هقول لك الديسكربشن بتاعك ايه؟ الديسكربشن بتاعك ان انت
شغال intermediate horizontal plane زي الفل أوي. هنا كده رقم واحد دوت اللي احنا مسميه مثلا رقم واحد، البلين نيم دوت ده نمبر 1. وعندك الجزئية اللي تحت ديت ممكن نسميها نمبر 2 كلها على بعضها، والجزئية الأخيرة ديت اللي هي رقم 3. طيب البلين نيم دوت أنا عملت يعني بقترح إن إحنا نسميه باسم المنسوب اللي أنت شغال عنده. بمعنى إيه؟ بمعنى أنت لو شغال في مستوى الزيرو يبقى داخل هدخله بوزيتيف زيرو 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 بهذا الشكل. طيب لو أنا شغال في منسوب مثلا وليكن مثلا واحد ونص، أروح أدخله واحد ونص، 1.50 مثلا. لو أنا شغال مثلا في 23 هروح مدخل منسوب 23. يبقى كده شكل البلين نيم بوصفه بهذا الشكل، لان ده منسوب يعتبر، ده في الاخر عباره عن انا بوصف منسوب. طيب تمام، ودي حاجه ترجع لك انت لو عايز تسميه باي ليفل، واحد تسميه انكلايند ليفل، اي ايا كان المسمى بتاعك. طيب البلينز بارامتر بقى، وانت جوه الهوريزونتال بلينز ده ما عندكش غير اثنين بارامترز بس، اللي هو الريفرنس ليفل والاوفست. بمعنى ايه الريفرنس ليفل؟ دلوقتي انا عايز ادخل حاجه على بعد 23، ليك حريه الاختيار ان انت ممكن تدخلها من التوب ستوري اللي هو على بعد 3 متر من الزيرو ليفل، وكده هيطلع هو كام؟ هيطلع كده 20 سنتي بس، لان انا قلت له ان ده 3 متر 20 وهو هنا انت واقف على بعد 3 متر، يبقى انا كاني بعمل اوفست للمستوى دوت في اتجاه كام؟ في اتجاه الموجب اللي هو الاعلى يعني ب 20 سنتيمتر. طبعا هنا عشان الوحده بالملي ممكن ادخل مثلا ايه 200 ملي اللي هو يديني 20 سنتيمتر، او تعال اصلا نرجع نعدل نظبط الاعدادات بتاعتنا الجوب بريفرنسز زي ما اتعلمناها. انا هخش على اليونتس واقول له المتر سنتيمتر، هنا هو ده كده خد ملي متر. طيب احنا كنا ممكن نعمل new file عشان بس نظبط كل الاعدادات من الاول. نخش على form work، نخش على job details، واختار هنا المتر، واختار هنا سنتيمتر، واختار هنا متر. في حاجة مهمة جدا 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 جدا، ايه هي الجزئية دي؟ الجزئية دي بتاعت ال definition units. هنتكلم على الجزئية بتاعت ال length دي. ال length دي لازم هنا وانا بشتغل في planes تحديدا اختارها بالايه؟ بالسنتيمتر. لو انت شغال في حاجات في اكتر من رقمين عشريين يبقى تختار بالمليمتر، ولكن يفضل انت تشتغل بمين؟ بالسنتيمتر، علشان لما تيجي تدخل وليكن مثلا عايز تدخل له 20 سم، لو انت دخلت لو انت كنت شغال بالمتر تمام وجيت تدخل له 20 سم اللي هو بوينت علامه 2 0 بوينت علامه 2 مش هقبلها، هتلاقي فيه لخبطه هو مش قادر يفهمها لانك مدي له وحده هنا بالمتر. لا، ادي له وحده اقل اللي هي السنتيمتر، ووصف له العناصر بتاعتك وعرف الوحدات بتاعتك كلها ايه، ودخل زي ما انت عايز الاوفست بتاعك بالسنتيمتر 20 سم 21 سم 25 سم 26 سم براحتك، هتبقى ايه مناسبه معاك. السكشن هنخليها بالسنتي، والاوبننج بالسنتي، واخلي ده برضه بالسنتي، واخلي ده بالمتر، واوافق على هذه الاوامر واقول له سيف واقول له اوكي. تعالى نخش تاني نرجع سريعا كده نخلص القصه دي. احنا كنا قلنا هناخد هنا مستوى على بوزيتيف 3 متر 20، فقلنا ليك مطلق الحريه انك تختار الريفرنس ليفل بتاعك. رقم واحد اهوت ان انا اختار مين الهوريزونتال بلين بتاعي. الريفرنس ليفل قلت ان انا ممكن اختار التوب ستوري، يبقى انا هعمل اوفست لهذا المستوى بمقدار كام؟ بمقدار شوف بقى هنا كام الوحده، خد بالك 20 سم، يبقى ده مدخل على طول 20، فيبقى اسهل ان انت بتدخل ايه 20 سم. لو كنت دخلتها له بهذه الشكل، لو انا كنت شغال بالمتر هندخله بوينت 2، هتلاقي فيه لخبطه شويه في البرنامج ومش هيقبلها لانك شغال بالمتر وهو مش هياخد حاجه اقل من كده.
فتدخلها له بالايه بالسنتي ويقول له ان انا عايز 20 سم. كده فاضل عندي حاجه واحده بس، ان انا ابدا اقول له ايه اتك على ادي بده رقم واحد، الجزئيه الثانيه دي رقم اثنين، والجزئيه الثانيه بقول له ايه. طالما جاب لك الرساله دي كده وظهر لك الديفينيشن اوف بلينز مره ثانيه، يبقى هو فعلا وصف هذا المستوى. اعرف ازاي؟ لو دخلت على حاجه اسمها الايقونه الجديده اللي هي اسمها الشو بلينز ديت، لو احنا متابعينها اهوت بالظبط كده اهي، دي مظلله بلون احمر ديت شو بلينز، هخش عليها ده بيجيب لك جميع ده كده بيشبه عامل زي اللايرز في الاوتوكاد العادي، ان هو بيجيب لك ايه جميع العناصر اللي هي متوصفه. طبعا هو هنا بيجيب لك الحاجات اللي انت عرفتها بايدك، مش هيجيب لك هنا الزيرو والثلاثه، لا هيجيب لك اللي دخلتها بايدك. ده المانجر اوف بلين بروبرتيز، قال لك هو جراوند فلور، مشاور لك اهو، قال لك ان البيلدنج وجراوند فلور فيه كام مستوى؟ في اللي هو 3 متر 20. طيب اذا يبقى انا كده قدرت اوصف اوصف بلين جديد داخل هذا الموديل بتاعي. اعرف ازاي برضو؟ لو انا خدت جوه هذا الكولوم ديفينيشن دوت وقلت له فيرتيكال ديفينيشن، هلاقي ان انا هيظهر عندي هنا كام مستوى؟ الاول كان ظهر عندي اللي فوق واللي تحت بس، ظهر عندي اللي في النص ده 3 متر 20. وهنا برضو هتلاقي نفس الكلام. طيب بين كده بقى عندي اصبح عندي ايه مستوى جديد. طيب الحاجه الثانيه، تعالى نقرا شويه معلومات كده. قال لك an intermediate plane is always a horizontal plane parallel to the top or the bottom reference level. زي ما قلت لك هو هيكون horizontal ويكون موازي يا اما للتوب ليفل او البوتوم ليفل، زي ما قلت لك انك بتعمل offset من التوب او البوتوم زي ما انت عايز. اوف ستوري، قال لك it is defined for a selected active story. ودي خلي بالك منها ان انت ما تبقاش واقف في مكان وعمال توصف في مكان تاني خالص. قال لك it allows defining structure element positioned between the bottom and the top level for a story. Thus, the intermediate plane is an alternative to offset defined while creating a structure element, the walls v, the columns v, the beams. طيب يبقى دي كده مقسومة معلومات قال لك عنها. هيشرح لك بقى اللي احنا الخطوات اللي احنا عملناها بالتفصيل اهو. بيقول لك to define the intermediate plane the user should، عشان توصف انت كيوزر عايز توصف intermediate plane تعمل ايه؟ Number one, specify a plane name، اختار الاسم بتاعك in the plane name edit field. تاني حاجة press the icon اللي هي الايكون بتاعت المستوى الهوريزونتال دوت اللي احنا قلنا عليها اهيت، اللي هي الايكون ديت، هو بيقول لك اختار الايكون ديت which enables defining a horizontal intermediate plane. رقم ثلاثة determine البارامترز اوف بلين لوكيشن، وانا هنا ما عنديش بارامترز كتيره غير ان انا عندي بس ادخله مين، اوصف له هذه الجزئيه بتاعت الريفرنس ليفل و الاوفست اللي انا عاوز اعمله. هو حتى قال لك اهوت عندك رقم A ورقم B، الريفرنس ليفل لما تختار بوتوم او التوب ستوري ليفل، والحاجه الثانيه انك تعمل اوفست of the plane with respect to a selected reference level زي ما انت تختار في الريفرنس ليفل بتاعك يا اما البوتوم يا اما التوب. والخطوه الرابعه اللي انا هعملها ان انا هتك اد فوق خالص على اليمين اهيت، اروح متك اد اللي هي ديت، يبقى انا ضفت مين؟ ضفت المستوى بتاعي. جميل. بقول لك ايه بقى؟ بقول لك a defined plane is added to the list of planes provided in the manager plane properties dialog box اللي احنا قلنا عليه، ان انا لو دخلت على الايقونه ديت هلاقي جميع المستويات اللي انا بعرفها لهذا المول اللي انا شغال فيه. كلام ملحوظه، بقول لك ال defined planes are available on the selection list قلناها قبل كده of levels for a given story included in the dialog box for definition of instruction model element ال beam وال rule وال slab، واحنا قلنا حتى عليها vertical definition table اللي احنا قلناها فوق اهي برضو اللي هي vertical اهي in vertical definition table. تمام. يبقى دي كده حاجه سهله وبسيطه خالص بتشرح لك الصوره اهي. رقم واحد اختار plane name، تاني حاجه اختار الايقونه ديت، تالت حاجه احدد الريفرنس ليفل والاوفست بتاعي اللي انا عايز اعمله تبعا للمنسوب بتاعي اللي انا عايز اعمله وتبعا للريفرنس ليفل اللي انا محدده. يعني مثلا لو انا قلت ايه، انا كنت عامل 3 متر 20، خدت الريفرنس ليفل بتاعي مين؟ خدته التوب ستوري. طب ممكن انا ادخل
عن طريق البوتوم ستوري، ما عنديش اي مشكله خالص. لو انا عايز ادخل مثلا بوزيتيف مثلا 3 25، انا مش هختار هنا التوب ستوري هو ريفرنس ليفل، لا انا هختار البوتوم ستوري واقول له هيبقى على بعد كام بقى من الصفر، انت عايز ترفع المستوى دوت 3 متر 25، خلاص يبقى هيطلع 325 سنتي لانك شغال بالسنتي. اول ما اقول له اد يبقى هو كده وصفه. تعالى كده نخش جوه المانجر بلينز دوت، هيلاقي فعلا ان انا عندي 320 325 او 3 متر 20 ل 3 متر 25. يبقى انا طبعا ما انا بختار والعناصر دي كلها البلينز دي كلها بقت موجوده هنا هو في الريفرنس ليفل، خلاص ممكن نختار اي واحد من دول. نفرض ان انا عايز مثلا احط مستوى مثلا وليكن 3 متر 55، اختار اي مستوى انا محتاجه، او انا 3 متر 20 مثلا، اطرح دوت من دوت يديك 55 من 20، يبقى انت عايز 35 سنتي، تقول 35 سنتي وتوصف هذا المستوى وتعرفه، تقول له اد هو كده انضاف. تيجي تخش تاني ان هو يبقى جاب لك ال 20 و25 و55 وجاب لك كمان بالترتيب. تمام، يبقى دي اول خطوه احنا عملناها. قبل ما نسيب الجزئيه ديت ونخش على الحاجه الثانيه، الحاجه الثانيه بتاعت الانكلاين بلين، تعالى كده نقول انا هستخدم وهستفيد من دوت من المستوى اللي انا عملته ده في ايه. نفرض مثلا وليكن عندك انت عندك هنا كده، خلينا نقول ان انا عندي بلاطه بهذا الشكل، خلينا نديها ابعاد حتى 5 في 5 كويس، دي بلاطه، وتعالى اوصفها عن بلاطه هقول ان هي 20 سنتي مفيش مشكله خالص، وخليها في اي مستوى دلوقتي التوب او البوتوم اي مكان، هقول له سيلكت وادي بلاطه. تعالى نقول رياليستيك وهقول له دي من شكل ايزومتريك، دي بلاطه كده انا وصفتها في التوب ستوري بتاع هذا الموديل. وتعالى كمان خليني اقول نعمل كمان بلاطه واقول له ان هي في فيرتيكال ديفينيشن تكون في البوتوم ستوري، واقول له سيلكت وتعالى اقول له اديني الايزومتريك بتاعك اهوت، نقول له رياليستيك. يبقى انا عندي كده بلاطه في الدور في المستوى الاعلى توب ليفل، ومباراه في المستوى ايه المنخفض البوتوم ستوري. وتعالى كمان نقول له بالمره بقى هعرف مثلا وليكن عمود، هقول له مثلا انسيرت مثلا وليكن مثلا، دي حاجات كلها افتراضيه انا ما بعملش حاجات واقعيه يعني او منطقيه، طبعا ده غير منطقي، ولكن بفترض ان هذا العمود بهذا الشكل. تمام، يبقى انا كده عندي هذه الاعمده. تخيل بقى انا لو عندي منسوب بلاطه في النص كده، بلاطه صغيره في المنسوب منسوب بين الزيرو وبين التلاتة. تعالى كده نرسم بلاطة صغيرة وليكن ارسمها 5 في 2، تعالى اعرف كمان بلاطه، بس خد بالك بقى انا عايز اعرفها ما تبقاش ولا هي في الصفر في فيرتيكال ديفينيشن، ولا هي في البوتوم ستوري، ولا هي في التوب ستوري، عايز اخليها ان بتوين تو ذيس ليفل، عايز اخليها وياكم مثلا على منسوب مثلا 22 مثلا، او 2 10، 2 15، ايا كان هعملها ازاي. يبقى لازم الاول اروح اعرف مستوى، المستوى ده اسمه ايه اللي انت عاوزه، عايز تخليه 2 مثلا 15 مثلا، خلاص سميه 2 15 وخد اي ريفرنس ليفل مثلا وليكن التوب البوتوم ستوري مثلا بوتوم ستوري. ولكن خد بالك لما تدخل من بوتوم ستوري هدخل بالموجب، لو دخلت من التوب ستوري هدخل السالب، يبقى دخل سالب متر و15 خليك في الموجب افضل، وخليك بوتوم ستوري وارفعه لي كام 15 2 215 ايه سنتي، واقول له اد هيديك على طول
كلوز، يبقى لو دخلت هنا عشان تتاكد هتلاقي 2/15 فين؟ 2/15 موجوده اهي اول حاجه. تعال بقى نعرف البلاطه دي بسرعه، اقول له البلاطه اعملها لي في المستوى 2/15 اهيت، واقول له سيلكت البلاطه اللي هي الصغيره ديت اهي، وقلت له سيلكت تمام اوكي وموافق. تعال اقول له اديني الايزومتريك بتاعك، يبقى انا قدرت كده. وليكن ده مثلا دور ميزانين مثلا في اي منشأ عندي، مثلا حتى في منشأة البلد اللي احنا بنعملها يقول لك ده بيسموه دور مسروق او ما الى ذلك، او يكون دور محل بحث او حاجه زي كده. فده كده شكل البلاطه اللي انا كونتها. ما كانش ينفع اعمل حاجه زي كده وانا ما اعرفش حاجه اسمها الديفاين اوف بلينز، فدي كده بتسهل لي الشغل بتاعي شويه. في المشاريع الكبيره لو انت عندك مناسيب كتيره مختلفه بالنسبه للقواعد او الفاونديشنز او حاجه زي كده، وده مثال تطبيق ان شاء الله هنشوفه من احد المشاريع المنفذه بالفعل، وهنشوف ازاي نتعامل مع الحاجه دي ومشروع كويس يعني، وهنشوف الحاجه دي نتعامل معاها ازاي. فدي حاجه بسيطه، حاجه سيمبل، لغايه ما نبدا نتعرض لتطبيق بمثال عمل ان شاء الله. فده كده الاستفاده اللي انا استفدتها من ان انا قدرت اوصف منسوب بين الزيرو وبين الثلاثة منسوب في هذا المكان. خليني مرة أطلع أقول عايزين ننزل بس شوية الأوامر عشان تسهل شغلنا شوية. توبالز وأقول له أوتوكاد وأقول له فيو فيو بالظبط كده، وتعالى أقول له كده فيو بورت. هقول له فيجوال ستايلز، فيجوال ستايلز دايما احب اشتغل بالتوبرز دي اسهل، وبتبقى اسرع على طول ان انا هختار كده واروح قايل له رياليستيك فيجيبها لي بهذه الشكل وهذه الطريقه. تمام، وهقول له طب واقول له تدي بقى فين. يبقى دي اول حاجه انا اتعلمتها من خلال ان انا ازاي استفيد من المستوى الصغير اللي انا انشاته وكونته دوت. طيب تعالى نخش على حاجه ثانيه. بيقول لك الاستراكشر اليمنت can be attached to an inclined plane. بيقول لك اي element ممكن تعمله structure element يعني ايه؟ يعني الكولوم، يعني البيم، يعني البلاطه، يعني الريفت فاونديشن، اي حاجه can be attached to an inclined plane. بيقول لك ازاي بقى؟ بيقول لك by selecting a name of the inclined plane on the vertical definition in the dialog box for a modification of a single element. يعني بمعنى وانت تخيل لو انا عايز اخلي البلاطه ديت بلاطه مايله، اعملها ازاي؟ هي دلوقتي اتوصفت في انها في المستوى اللي هو 2/15، ده مستوى هوريزونتال، انا موصفه على انه مستوى هوريزونتال. لا، انا عايز اخليها تكون بلاطه مايله. ازاي اخليها بلاطه مايله؟ يبقى اولا لازم يكون عندي مستوى مايل، بحيث لما اجي اخش اعمل البلاطه ديت كده اهوت واقول له موديفاي واقول له في فيرتيكال ديفينيشن اختار لي المستوى المايل اللي انا هكونه لك دلوقتي. هعمل مستوى مايل، هانشئ مستوى مايل دلوقتي تمام زي ما هنشوف اهو. انا هرسم كده. قلنا تعالى كده نرجع تاني للورقه اللي احنا كنا كاتبينها فوق. قلنا ايه؟ قلنا ان الحاجه التانيه، تعالى كده نرجع فوق شويه. قلنا كده اهو inclined plane of a defined shape. defined shape يعني ايه؟ يعني شكل انت رسمه قبل كده ومحدده للبرنامج ورسمه جوه الموديل بتاعك، جوه الدروينج اريا بتاعتك. and inclination دي انت بتديها لي. طيب يبقى تعالى نرجع تاني، يبقى لازم يكون راسم الشكل. انا رسمت الشكل اهو، تعالى وليكن هناخد مثلا البولي لاين اللي انا لسه رسمه دلوقتي حالا، ناخد اي بولي لاين من دول ونديله بس حتى كده. تعالى نظهر البروبرتيز واقول له خليه لونها احمر عشان تبقى باينه بالظبط كده، هو ده. واقول له رايت انكور اللون الاحمر ده، هو ده المستوى اللي انا هكونه دلوقتي. المفروض ان هو مستوى، تعالى كده بص له اهو، مستوى هوريزونتال. ولو دخلت عليه كمان في الزد هتلاقيه هو في الزيرو. دخلت على الاليفيشن بتاعه هتلاقي الاليفيشن بتاعه بكام؟ في الزيرو، يبقى هو في مستوى الصفر دلوقتي. انا عايز اخلي المستوى ده مستوى مايل، اخليه زي مستوى مايل. دي الحاجه الثانيه اللي احنا نتعلمها، ان انا اخش على الايكون الثاني ديت الايكون رقم 2 دوت اهو دوت، لو انا دخلت عليه هيديني ان هو اتكيت عليه ان هو كده اهو.
الديسكشن بتاعك ايه؟ قال لك inclined plane with determined shape، يعني شكل محدد سابقا، and slope، الاسلوب انت هتديهوله. طيب طبعا هندخل اسمه، ممكن تسميه inclined 1 inclined 1 كويس. الريفرنس ايدج برضه اختار اللي هو الايفز او الابكس او السبورت اكسس، خلينا نختار الايفز. وهبدا اقول له الريفرنس ليفل، هقول له تختار بقى بوتوم ستوري او ال ايا كان الريفرنس ليفل بتاعك. انا وليكن اختار مثلا، تعالى خليني اختار من عند 2.15 كويس، وهرفعه مثلا وليكن زاويه كام، هتلف المستوى لزاويه كام، هلف وليكن مثلا زاويه 15 مثلا. دلوقتي بقى عندك ايكون تاني على الجزء اليمين ده، ده ما كانتش موجوده مع الهوريزونتال. ليه؟ لان انا دلوقتي رسمت الشكل بتاع المستوى اللي انا هوصفه له بره على الدرونج اري. لازم دلوقتي اقول له، اعرفه ان هو ده المستوى بتاعي، يعني اختار اقول له ايه، يا اما اعرفه له عن طريق نقاط، اقول له بوينت 2 3 4 اقفل الشكل، او ان انا دايجونال اختار المستطيل بتاعي، او اقول له سيلكت، او اقول له انترنال بوينت. يبقى دي طرق اختيار المستوى اللي انا هبدا اوصفه عشان يخليه لي مستوى مايل. طيب عايزين نركز بس الحته الجايه شويه، نركز فيها عشان هنختار حاجات تانيه واوامر تانيه من جوه الدرونج اري. طيب انا هختار ايه؟ انا هختار وليكن ان انا رسم الشكل هو شكل بسيط خالص، فهقول له سيلكت، هقول له الشكل الاحمر دوت، اه هو البولي لاين الاحمر ده بالظبط. خد بالك من الكوماند لاين اللي تحت، بيقول لك ايه؟ بيقول لك سيلكت الايدج اوف البلين روتيشن. الايدج اوف البلين روتيشن ده، تعالى نرجع تاني للرسمه هناك كده. دخلنا على رقم 2 اهوت اهو، بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت لو انت شايف الرسمه التوضيحيه دي، الايدج اوف الروتيشن اوف بلين، يبقى هو هيختار دوت، يبقى هو هيلف مع الروتيشن انجل. لو انت اخترت هذا، لو انت اخترت الخط التاني دوت، يبقى هو هيلف مع الخط عكس الخط دوت. يبقى انت حسب ما تختار الايدج اوف الروتيشن اوف ذا بلين، فانت هتجربها وتشوف انت محتاج تختار مين. انا دلوقتي هختار مثلا، وليكن انا هختار، ونشوف حتى اعمل لك ايه الزاويه 45 في هذا، يبقى هو هيلف في الاتجاه هو مديك سهم الدوران اهو. انا هوافق انا على اهو، بقول لك بوينت ماشي. ممكن نختار عايز تدخل، بقول لك الانكلينيشن اوف البلين عايز تدخله 45، ممكن نخليه 45 ده كتير، ممكن نخليه 15. هو كده بدأ يوصفها. تعالى كده نبص في 3 دي، يبقى هو كده وصف فعلا المستوى. ولكن واضح ان احنا كنا عاملين اوفست، اعتقد لو احنا دخلنا كده عملنا ايديت، عاملين اوفست 2.15 من 2.15. لا انا هدي الاوفست بتاعك زيرو، يبقى هو يبدا منين؟ يبدا من مطرح ما احنا قلنا له بالظبط كده. ده اللي انا كنت عاوزه. يبقى هو لو احنا ملاحظين، شوف هو المستوى مال ازاي. انا كنت بختار دوت كده اهو، الخط ده ممكن نعمل الاختيار دي خالص ونعمل لها ايزوليت واقول له هايد عشان اسهل الرؤيه عليها شويه. انا اخترت هذا الخط، تعالى كده الخط دوت هو الانكلينيشن بتاعي، وده كده الزاويه اللي هو مال بيها اللي هي 15 درجه. تمام، يبقى هو لف ده، دي كده ايه الزاويه اللي هو لف بيها، يبقى هو خد ده كده اهوت ولف في هذا الشكل، يبقى ده زاويه الدوران اللي انا مديها له. طيب تعالى بقى، انا هعمل دلوقتي، هخلي البلاطه ديت اللي احنا قلنا عليها في دور الميزانين ده مثلا اللي هي 2.15، لو دخلت عليها موديفاي وقلت له انت في فورتك الديفينيشن فين، هتقول لك 2.15. لا انا مش هخليها 2.15، انا هخليها في الانكلايند واحد. بص اللي يحصل، يبقى انا دلوقتي كده وصفت بلاطه، هي الاول كانت في اتجاه هوريزونتال، ووصفتها انا تبقى تكون في مستوى مايل
بهذا الشكل. وممكن اقول له isolate end object isolation عشان يظهر لي كل ايه كل الحاجات اللي عندي. طب تعالى نعمل حاجة تانية بقى، اللي هي الحاجة التانية ديت. ممكن نشيل بقى الباقة دي خالص دلوقتي، ممكن نشيل حتى المستوى ده اصلا. خليني امد دوت نص متر لتحت، تمام. وهبدأ اقول له انا هعكس بقى زاوية الدوران، وهقول له انا عايز اعمل، هقول له روف مثلا اللي انا هعمله دوت، هقول له روف، تمام. وهقول له الريفرنس ليفل بتاعك هو التوب ستوري، التوب ستوري اللي هو 3 كويس. وهقول له الاوفست هنا اديهوله صفر. دايما دايما وانت شغال تشيك على نفسك ان انت كل حاجه ايه ترجعها لاصلها، ما تبقاش فيه اوفستات عشان ما تشتغلش غلط. لا، صفر كل حاجه وتاكد انت شغال صح. طيب هختار انا كده سيلكت، هو ده اللي انا عايز اعمل له. هختار انا مين، هختار الايدج، هختار الايدج دوت بالظبط كده، الزاويه 45. هقول له ممكن نخليها مثلا وليكن 30 دلوقتي، واقول له اوكي موافق. خلاص كده، طالما جاب لك النفس دي تاني يبقى هو طبق هذا الامر ووصف لك هذا المستوى. لو عايز تتاكد خش جوه المانجر هتلاقي ايه اسمه ايه الروف اللي احنا قلنا عليه. تعالى كده نبص في 3 دي ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. بالظبط كده، انا عكست الايدج بتاعي عشان يقلب لي مين، يقلب لي هذا المستوى. طيب عايزين نجرب حاجة، وأنا أشوف هتطلع مظبوطة ولا مش مظبوطة. أنا طبعا عارف الإجابة بتاعتها، ولكن هوريها لكم عشان نتعلم منها. زي أنا عايز أعمل إيه؟ عايز أعمل روف مايل فوق البلاطة ديت. يعني أنا الشكل اللي أنا عايز أعمله إيه؟ عايز أروح أعمل روف مايل فوق هذه البلاطة. أكيد كده متخيلين الشكل اللي أنا أقصده. عايز أروح أعمل روف كده أهو، اوصف هنا بلاطه، اوصف في الاتجاه ده بلاطه، وفي هذا الاتجاه بلاطه تانيه، ويديني شكل ايه الروف. طيب نعملها ازاي؟ انا رحت موصف مستوى في النص اهوت. تعالى كده انا هعمل ميرور لهذا عملت له ميرور وهوافق على هذا. تعالى بص في 3 دي، يبقى انا كده كونت شكل المستوى الروف اللي انا عايز اكونه. طيب تعالى كمان هروح قايل له اللي احنا كان عندنا اعتقد دلوقتي مش هلاقيه، البوليجون الاحمر دوت انا عايزه عشان هوصف فيه بلاطه دلوقتي. هقول له بلاطه دلوقتي. بقى انت عندك كام مستوى روف؟ هتلاقي فيه روف، في روف واحد اللي هو ايه ميرور بتاعه، تمام. طيب تعالى كمان نقول ان انا هختار البلوطه ديت، هقول لها 20، واقول ان هي في الروف واحد او الروف دوت هي سيان، واختار اقول له سيلكت، وتعالى اختار مين البوليجون الاحمر دوت، اقول له اوكي. تعالى كده نبص في ال 3 دي. يبقى هو كونها لي ونشأ لي هذا مين؟ هذا البلاطه في هذا المستوى. تعالى بقى زي ما انا عملت اوفست، عملت سوري ميرور لهذا المستوى القديم دوت، انا عايز اعمل ميرور لمين؟ للبلاطه دي. تعالى اتاكد ان هي دي البلاطه. دقيقة البلاطة اللي وقع فين؟ في 3 متر في الروف، تمام. يبقى هي لو انا جيت عملت لها ميرور شوف اللي هيحصل.
تعالى كده بص في 3D هتلاقي اتعمل لها ميرور. ليه؟ لان هي متوصفه في مستوى واخد زاويه معينه، يبقى عمرها ما هتتغير هذه الزاويه. مش انت عملت لها ميرور يبقى هتيجي زي البلين، زي ما عملنا الميرور بلين، لا مش هتيجي كده. زي ما انت شايف البطه جايه في الطريقه الخطا، فانا هروح واخد البطه ديت واقول له عدلها لي ووصفها لي فين؟ في الروف اللي هو اسمه روف واحد اللي هو بالظبط كده. يبقى هو ده كده ايه الطريقه الصح. طبعا ده مثال بسيط دي ازاي اتعامل مع الانكلايند بلين وازاي اوصف الانكلايند بلين وانا ممكن استفيد منه في ايه واستفيد منه ازاي. كمان ممكن لو انت حبيت بقى تطور وتخش تعمل شويه تعديلات ومش عارف ايه، ممكن تروح جاي اي برضو ان انا عندي هنا وليكن مثلا كاميرا اخليها مثلا في روف واحد مثلا او روف، واقول له بوينت مثلا من هنا مثلا وليكن، ممكن نختار قطاع صغير شوية وليكن 30 في 30، ونقول له بوينت يبقى اداني كاميرا مايله بهذا الشكل. انا من غير المستوى اللي انا انشاته، المستوى المايل اللي هو اسمه روف واحد دوت، انا مش هقدر اكون هذه الكاميرا بهذا الشكل. طبعا دي كلها اشكال غير منطقيه واشكال احنا نتعرف بس من خلالها ازاي اقدر اتعامل مع موضوع البلينز، واتعامل من خلالها ازاي واقدر ابقى متمكن من موضوع البلينز ديت ازاي، واتعامل ازاي مع المستويات الجديده اللي انا بكونها واستفيد منها في ايه. في حاجه بقى دلوقتي، هل ينفع ان انا امسح اي مستوى من المستويات ديت؟ يعني ازاي امسح مستوى؟ يعني انا عندي مثلا تعالى كده عندي كذا مستوى اهو، تعالى مثلا يكون على مستوى الغرف ده هقول له ديليت، ولا هيعمل حاجه خالص ولا كانه حاسس بيك. ليه؟ لان في معلومه كده لازم تعرفها، ان ما ينفعش تمسح مستوى متوصف جواه عنصر او اليمنت جوه الموديل بتاعك. بمعنى ايه؟ تعالى كده نخش تاني، انا ما عنديش في الحاجات ديت اي عناصر 3 على 55، ما فيش. تعالى كده اعمل ديليت، خلاص هو شال. ليه؟ لان ما فيهوش عنصر، ما فيهوش عنصر. 25 و20 نفس الكلام، 15 ما ينفعش عشان كان فيه بلاطه احنا شلناها. يبقى هو تعالى شوف كده الروف او الروف واحد مش هيقدر يشيل منهم حاجه، ودي اتقابلنا دلوقتي موجوده معانا. تعالى كده بسرعه نقرا اللي اتقال عن definition of planes، الخطوة الثانية اللي هي inclined plane of defined shape and inclination. بيقول لك you create an inclined plane of a defined shape. يبقى الأول أنت بتعمل shape أنت حددته الأول and the slope by transforming an indicated projection of the roof surface contour. بيقول لك it is defined for a selected active story. نفس الكلام you can define successive roof surfaces on which elements of the roof will be defined. تعال نشوف الخطوات اللي احنا نشتغل من خلالها. To define this plane type the user should رقم واحد use the icon to the right to select a method of shape definition. بيقول لك اللي على اليمين الرايت اللي احنا قلنا عليها اهي اللي هو الجزئيه ديت. عندك كذا طريقه تختار منهم، يا اما تختار عن طريق البوينت، يا اما تختار عن طريق الدياجونال لو ريكتانجل حاجه بسيطه، او سيلكت انت تختار لو شكل ملعبك شويه، او انترنال بوينت برضو لو داخل هذا البولي لاين اللي انت كونته. طيب تالت حاجه بيقول لك سبيسيفاي الروتيشن انجل عن طريق انت تختار رقم واحد اللي احنا قلنا عليها. لما جيت اخترت انا الجزئيه ديت اللي هو كان الاكسس، وده المفروض ان هو كان البلين اللي على الارض اللي هو اللي جوه ده بلين على الارض. اخترت انا الخط دوت ده الاكس بتاعي اللي انا هلف من خلاله، فيطلع يلف معاك بهذه الزاويه، يدوم يديك المستوى اللي فوق دوت، هذا المستوى الجديد اللي انا لففته بالزاويه بتاعتي، وده كان اتجاه الميل. تمام.
بيقول لك كمان ايه، بيقول لك the program offers the following methods of defining a shape، عشان تحدد الشيب اهوت اللي انت رسمته قبل كده، of the contour of inclined plane. رقم واحد click two points او point يعني to indicate successive points belonging to the contour. انا ممكن اختار عن طريق point ان انا ارسم الشكل بالطريق point، او ان انا اعمل diagonal to indicate the diagonal of contour دوت rectangle shape بس قال لك اهوت، وان انا اختار select to indicate the contour closed contour، لازم يكون closed عشان يبقى مستوى مقفول. خد بالك من الملحوظ دي مهمه، لان بعد كده في الخطوه الثالثه او المستوى الثالث اللي انا هنشئه يكون عندنا ثلاث مستويات، رقم ثلاثه دوت اللي هو الاخير ده، وانت بتنشئه هيقول لك ان هو لازم يكون هو مش لازم يكون مفتوح، الخط نفسه ما يكونش كلوز، ولكن انت اللي هتحدده بعد كده. فخد بالك من الملحوظ ده ان هو قال لك في الانكلايند بلين دوت ان هو يكون كلوزد بولي لاين او كلوزد كونتور زي ما احنا قلنا. بعد كده قال لك الانترنال بوينت اللي هي الخطوه الرابعه او الطريقه الرابعه يعني to indicate an internal point of the contour اللي هو close the contour. طيب بقول لك using an inclined plane with a defined shape and slope you can define multi-pitch roofs زي اللي احنا عملنا كده. each roof surface needs to be defined separately، يبقى انت بتعرف لوحده يمين لوحده شمال لوحده. ليه؟ لان احنا لما جينا عملنا ميرور للبوابه ديت ما هي ما طلعتش هي نفس الزاويه. ليه؟ لان الزاويه اختلفت دلوقتي. في حاجه كمان احنا نسينا نقولها او مش نسينا نقولها، هي وقتها دلوقتي ممكن نعمل دول هاي دلوقتي. لو انت ملاحظ ان انا عندي هنا ده مستوى وده مستوى، احنا قلنا قال لك ان انت ممكن تعمل حاجه اسمها جروب، اعمل جروب لمين؟ دي البلينز. هعملها ازاي؟ تعال اول اتاكد ان دول مستويين اللي هو روف واحد وروف، خلي بالك من المنظر ده كويس. تمام، هقول ان انا عايز اعمل بقى ايه؟ هعمل جروب. تعالى كده نبص هنا جروب بلينز، بيقول لك ايه ارتحت في المان لاين جروب بلينز، هختارنا اديه الاسم بتاعك، اكتب له اي حاجه جي واحد مثلا وليكن. دلوقتي بقى سلكشن واحد، تعالى نخش على المانجر ده، هيقول لك ايه جي واحد اللي انت دخلته اهو. تمام، اجي لما اجي اوصل بقى بلاطه، تعالى كده نعمل ايزوليت اند اوبجكت ايزوليشن، تعالى نجرب كده نعمل بلاطه. وهقول له في الـ Vertical Definition إنها تكون مع جي واحد، وهقول له Select عند الـ Body Line اللي هو الأبيض دوت، وأشوف كده المنظر هيطلع عامل معايا إزاي. طبعا يبدو ان هناك خطأ ما، هو مش قادر يفهم البلاطة ديت او الشكل دوت. احنا كنا ممكن بدل ما نختار بلاطة كلها كنا نختار النص الايمن او النص الايسر. وزي ما عملنا لها ميرور كنا ممكن نوصفها. ولكن انا برضو نسيت ان اختار اقول له في الموديفاي في الفيرتيكال ديفينيشن خليها مع جروب واحد. تعالى نشوف كده
هو هنا جابها، يبقى هو هنا ما جابش براتا كلها، لان في انحراف هنا في او التغير في الميل دوت، فهو مش يقدر يوصف براتا في هذا الاتجاهين. ممكن بقى انت تاني تروح جايب الناحية التانية بنفس الكلام. اعتقد لو احنا برضه عملنا ميرور هيديك برضه، نجرب كده اشوف هيديها لك ازاي. جابها لك اهو مظبوطه. ليه؟ لان انا عملت دلوقتي جروب للمستوى دوت، فهو فهم ان الزاويه ديت هي الزاويه ديت بواكب معكوس. ايا كانت الطريقه اللي انت هتشتغل بيها او الاسلوب اللي انت هتشتغل بيه، انت في الاخر بتعرف ازاي اوصف العنصر، او ازاي اوصف الاليمنت بتاعي، او ازاي اوصف المستوى بتاعي. هي دي الفكره اللي احنا عايزين نوصلها. هي دي الفكرة اللي احنا عايزين نوصلها، ونتعامل من خلال زي ما قلت لك هذه الجزئية بتاعة ال definition of planes. هتلاقيها بتسهل عليك حاجات كتير في الشغل بتاعك. خلينا نخلص آخر جزئية في هذه المنطقة. قلنا using an inclined plane with a defined shape and slope you can define multi pitch roof. each roof surface needs to be defined separately. However, قالك if the contour is symmetrically only half نص بس of the roof surface needs to be defined. ممكن تروح عمله ميرور زي ما احنا عملنا. Note, you can modify the contour of an inclined plane's projection only on the plane into deep projection. And you can modify the rotation angle inclination of the plane on only in the 3D view. ان انت ممكن تغير الزاويه، او ممكن تغير الشكل الكونتور نفسه في 2D وتغير الزاويه في 3D. وده شكل او example of a multi pitch roof created using this type of plane. It's shown. هو قال لك عن الثلاث طرق او اربع طرق التعريف، وده الشكل الروف اللي احنا تقريبا عملنا مثال زيه. كده بقى لنا في موضوع definition of planes دوت، ان احنا ناخد مثال تطبيقي على الكلام دوت. وهيكون هيكون المره الجايه ان شاء الله وحلقه قادمه باذن الله. وبقى لنا رقم ثلاثه اللي هو ال definition of planes وال inclined plane اللي هو رقم ثلاثه، زي ما احنا كنا اتعرفنا في اول الحلقه. وانا عندي ثلاث حاجات، قلنا خدنا خلصنا اول جزئيتين عشان نبقى عارفين احنا خلصنا الجزئيه الاولانيه والجزئيه الثانيه. دول انتهم تماما خلاص، وهناخد مثال تطبيقي عليهم ان شاء الله في احد المشاريع قلنا اللي احنا اشتغلنا فيها. هنشتغل على مشروع كده يكون ظريف ومثال تطبيقي، وان شاء الله نكمل مع الجزئيه الاخيره ديت المتبقيه لينا اللي هي الانكلايند بلين. اتمنى ان اكون وفقت في هذه المقدمه البسيطه، وتستفيدوا منها ان شاء الله في الشغل بتاعكم، وتكونوا يعني مستفيدين بإذن الله من الحلقات اللي احنا بنقدمها. ونسأل الله، نسألكم الدعاء، وتقبل الله منا ومنكم. إن شاء الله لو في أي استفسار أو أي سؤال، نحب إن حضراتكم برضو تبلغونا وتشاركونا برأيكم واقتراحاتكم وتعليقاتكم. أسأل الله أن يتقبل هذا العمل مني ومنكم صالح الأعمال جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة قادمة إن شاء الله.